يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كثير ما يقوم بعض الناس بنداء بعضهم بعضا بحيث ينادى عبد الرحمن بدحيم وعبد العزيز بعزوز إلى غير ذلك، فهل يصح هذه الألقاب حيث إن التصغير يكون لاسم من أسماء الله؟ لا، لو قال عبيد، عبيد العزيز أو عبيد الله يمكن، أما أنه صغر الاسم الكريم هذا ما يليق، لكن لو قال عبيد، عبيد العزيز أو عبيد الله، نعم.